تعالوا مشاهدينا نروح نشوف نتائج أعمال شركة بتروجيت لعام 2020، حيث قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن تنفيذ وتشغيل المشروعات في قطاع البترول والغاز تتجلى أهميتها بدعم الدولة المخططة للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد تجاوز جائحة كورونا. وكمان قال رئيس شركة بتروجيت وليد لطفي إن حجم تعاقدات الشركة بقيمة 53 مليار جنيه بزيادة 15% عن عام 2019، بالإضافة لتأمين حجم أعمال بقيمة تزيد عن 31 مليار جنيه بزيادة 5% عن عام 2019.